يحظى هذا الراديو بشعبية كبيرة لدى العديد من الأشخاص، فهو جميل المظهر للغاية، ويحتوي على شاشة كبيرة 6.5، ويحتوي على العديد من الملحقات التي لا تحتاج إلى شراء المزيد. تعد مشاهدة مقاطع الفيديو مريحة للغاية، وتشمل الملحقات المعبأة جهاز التحكم عن بعد والصندوق والكابل ودليل التعليمات باللغة الإنجليزية. إذا كنت بحاجة إلى كاميرا خلفية 4 ليد، يمكنك أيضا اختيار إضافة كاميرا خلفية. دعم وظيفة البلوتوث. عند توصيل البلوتوث، يمكنك سماع جميع أنواع الموسيقى على هاتفك المحمول على الراديو، ودعم الموسيقى بدون خسارة، وتجلب لك تجربة جودة صوت مختلفة. دعم مكالمة بلوتوث. مكالمة بدون استخدام اليدين، مريحة للغاية، يمكنك ضبط الوقت. دعم ضبط الوقت واللغات المختلفة، التايلاندية، الإنجليزية، الإسبانية، الصينية، المبسطة، الإندونيسية، الصينية، التقليدية، العربية، الروسية، إلى يمكنك أيضا ضبط الوظائف التي تحتاجها في الإعدادات. يدعم قرص USD وأوكسلري وما إلى ذلك. تحت 32 جيجا بايت، يمكنك إدخال قرص للاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، مما يجعلك تشعر بمزيد من السعادة أثناء رحلة القيادة. يدعم وظيفة النسخ المتطابق، ويدعم هواتف أبل وأندرويد، ولكن تجدر الإشارة إلى أن بعض الهواتف المحمولة ذات الإصدارات الأعلى قد لا تتمكن من استخدام وظيفة النسخ المتطابق. يدعم جواز الاتصال أحادي الاتجاه. يمكن للهاتف المحمول الذي يعمل بنظام أندرويد عرض واجهة الجهاز. يمكن أيضا عرض واجهة الهاتف المحمول، ويمكنهما خدمة بعضهما البعض. دعم DVD CD. تحتاج إلى فك هذين المسامير قبل تشغيل DVD. مشغل DVD متوافق مع معظم أقراص DVD وCD المتوفرة في السوق. يمكنك وضع القرص المضغوط المفضل لديك. يدعم هذا الراديو أيضا وظيفة الكاميرا الخلفية. أثناء القيادة، يمكنك رؤية الوضع خلف السيارة مباشرة على الراديو، بحيث يمكن ضمان سلامتك وسلامة الآخرين. الراديو يعمل بكامل طاقته ويبدو جميلا، تعال وشرائه. إذا تعذر تشغيله، يمكنك التحقق من المصهر ومحاولة الجمع بين السلك الأصفر والكابل الأحمر معا إلى 12 فولت موجب، والأسود مع السالب. إذا كان لا يزال لا يعمل، يمكنك محاولة توصيل السلك الأصفر والسلك الأحمر بشكل منفصل. عندما يكون السلك العكسي ملامسا للقطب الموجب، سيكون هناك شاشة تناثر وشاشة زرقاء.